سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، جا تحت الطلب ديالكم. في المره الاخيره اللي كنت معكم في اللايف طلبتوا مني انني ندير لكم شي تورته ساهله ماهله وما كتطلبش بزاف ديال الحويجات، وقلتوا لي ديريها وسميها تورته المعكازات. داكشي نيت انا اللي غادي ندير اليوم. بالنسبه للمقادير ساهلين وكنشاركهم معكم ديما في الروتينات باش تعرفوا عليهم. اول حاجه غنحتاج هنايا الخبز الاسباني. عندي هنايا فيه ثلاثه ديال الطبقات. البان دي اسبانيا او الخبز الاسباني جاهز، هذا كناخذو جاهز. عندي الماسكربون، جبنه الماسكربون اللي متواجده في الليدل. غادي نحتاجو ايضا البان دا مونتاري او القشده الطريه، هذه اللي جات زوكيراتا اللي فيها السكر، خاصها ضروري تكون بارده باش تطلع لينا ملي نكونوا كنضربوها. غادي نحتاجو ايضا واحد الكاس ديال الليمون باش غادي نسقيو به هذا البان دي اسبانيا الخبز الاسباني. غنحتاج شويه ديال على حسب اللي عندكم في البيت، الكاوكاو مهمش او اللوز مهمش او اللوز ايفيري، يعني اللي عندكم متواجد في البيت. غنحتاج باش نزين به الكيك من الجناب. غادي نحتاج ايضا شويه ديال الشوكولاط، الفوندانتي، غادي نذوب شويه ديال الشوكولاط باش غادي نزوق به الوجه ديال التورته في الاخير. غنحتاج الكريمه ديال الليمون اللي غادي نزين بها والوجه ديال التورته. بالنسبه للطريقه التحضير ديالها غادي نخليها لكم، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشوفوا طريقه تحضير كريمه الليمون. انا عندي هنا دابا جاهزه. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو باش نزينو هاد التورته اليوم. غنحتاج اللي عندكم الجيب الحلواني او هاد كيقولوا لها هنايا الابره، هاد اللي كديري فيها الكريمه وكتخرج لك وكتخرج لينا على حسب الريوسه اللي غادي نديرو فيها. انا غنستعمل اليوم هاد الراس هذا باش نخرج على الشكل ديال وريدات. هادو هما الحويجات اللي غادي نحتاجو، غندوز دابا باش نحضرها معاكم. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا خديت غير النصف ديال العلبه، لان هذه فيها 500 غرام، خديت غير 250 مليلتر ديال القشده الطريه. غادي ناخذ ايضا نصف العلبه ديال الماسكربون. غادي نطلع الكريمه بطراب الكهربائي حتى نحصل عليها على شكل ثلج. غادي ناخذ الوقت اللي غادي نخدم فيه الكريمه بالطراب الكهربائي ومن بعد نرجع لكم. كنبقاو نخلطوا في القشده الطريه حتى نحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا ضروري خصها تكون بارده باش دغيا تطلع لكم وما تعذبكمش. انا ها هي دابا هنا وجدات عندي. غادي ناخذ القطعه الاولى ديال الخبز الاسباني وغادي نبقى نفزكو بالعصير ديال الليمون ولا السيرو ولا اي حاجه اللي متواجده عندكم، ولا حتى هذا المشروب الغازي. كنفزكوها مزيان لان كتكون ناشفه بزاف. كناخد الوقت باش اننا ننشفوه، عفوا نفزقوه بهذا العصير ديال الليمون. بحال هكا غادي ناخد لا كريم فريش او شونتي اللي وجدت. ملي كنديرو معاها الماسكربون، الجبنه ديال الماسكربون كتجي عاقده بهذا الشكل هذا، كتجي زوينه. غنديرو كميه ديال الكريمه ما بين طبقه وطبقه.
بحال هكا. غادي ناخذ الطبقه الثانيه غنعاود ننزلها فوق الاخرى، وغادي نسقيها ايضا بالعصير ديال الليمون، ندير الكريمه وندير الطبقه الثالثه، غنبقى غادي هكا حتى نوصل للطبقه الثالثه. كيف ما كتشوفوا معايا انا غلفتها دابا كامله بالقشده الطريه بهذا الشكل هذا. انا ما كنكثرش بزاف لا كريم لان ما كنبغيش الكريم فريش بزاف في الحلويات. صافي دابا غلفتها كامله، غادي ناخذ هاد اللي عندكم كيف ما قلت لكم اللوز او الكاوكاو او اللوز ايفيلي اللي عندكم يكون غير محمر، غادي ندوزو على هاد الجناب كاملين ديال التورته بهذا الشكل هذا. نتمنى يكون واضح عندكم بهذا الشكل. لان كنكون كنصور دائما الفيديوهات في الفتره ديال الصباح، دابا الليل كتكون شويه الاضاءه شويه عندي هنايا في المطبخ ماشي بحال في النهار. غادي نكمل ندور بالتورته كامله من الجناب ديالها، نعمرها بهذا اللوز هذا المهرمش، ومن بعد نرجع باش نوريكم الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا فانا غطيت لها الجوانب ديالها كاملين كلها بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز باش ندير الوريضات هنايا الفوق وندير الكريمه ديال الحامض. خليكم معايا. من بعد ما وضعت الكريمه في هاد انا عندي هادي وعندي حتى الجيب، ولكن دابا غادي نستعمل غير هادي. درت لها هذا الراس هذا باش نخرج وريضات. غادي ندور بالتورته كامله في الحافه ديالها وندير فيها وريضات متقاربين، حيت من بعد غادي ندير الكريمه ديال الحامض في الوسط. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نصايبها. نتمنى يكون واضح عندكم. صافي غادي نمشي معاها دابا كامل مع الجناب ديالها بهاد الوريضات هادو. كيف ما شفتوا معايا انا درت مع التورته الجوانب ديالها كاملين، درت هاد الوريضات هادو. دابا غادي ناخذ الكريمه ديال الحامض اللي سبق ليا انا وجدتها. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف باش الا بغيتوا تزينوها بالكريمه ديال الحامض تمشيو تشوفوا الوصفه. كناخذوا هاد الكريمه هادي وكنديروها هنا في الوسط. وكنبدا نبسطها غير بشويه، نجيبها حتى لهاد حتى فين كاين هاد الوريضات هادو ونحبس. درت لكم اليوم تورته مبسطه، كنتمنى تكون واضحه لكم لانها جات تحت الطلب ديالكم. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي ندير لكم التورته ديال الغابه السوداء الفورينوار، غادي ندير لكم ايضا الكيك رولي، غادي نحضروا معكم ان شاء الله. فانا مره غادي نبقى نزل لكم حليوات بحال هكا لانكم طلبتوهم مني بزاف. غنزيد واحد المعلقه صافي. كتجي لذيذه هاد الكريمه ديال الحامض. بالنسبه للناس اللي ما انا الزوج ديالي كيبغي اي حاجه فيها مذاق الحامض كتعجبو بزاف، فما درت فيها غير كاس ديال السكر. بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على مذاق الحامض بزاف ديروا فيها حتى الكاس ونص. كيف ما كان الحال غادي نخلي لكم الوصفه باش تمشيو تشوفوها. صافي هكذا. دابا غادي دابا دايره الشوكولاط الاسود كيدوب في حمام مريم، غادي ناخذو غادي نزين به هنايا الوجه. صافي وهي واجده باش ندخلها للثلاجه تبرد ومن بعد واجده للتقديم. بالنسبه للخطوط ديال الشوكولاط انا عندي هذيك الابره اللي كنخدم بها لاكريم، عندي فيها حتى هاد الراس هذا اللي كيخرج لي الخطوط ديال الشوكولاط رقيقه كيف ما كتشوفوا. ولكن انا غنقترح عليكم واحد الفكره لانكم عرفتوا انا في الوصفات ديالي ديما فيها البساطه، يمكن لكم تصايبوا القمح
بالورق ديال الزبده، او البنات اللي ما عندهمش هاد الوسائل هادو يمكن لكم تاخذوا غير البره تكون جديده معقمه وتعمروها بالشوكولات الاسود وتزوقوا بها. يعني كاينين بزاف ديال الافكار باش تقدروا تزينوا الطرطات. انا غادي نزينها بهذا، غادي نعمر هذيك الابره ونزينها بهذا الراس هذا. صافي كيف ما كتشوفوا كملت هاد الخطوط هادو ديال الشوكولاط. غادي ناخذ واحد الموس يكون الموس غادي نبقى ندير به بحال هكا نخالفهم، مره نجي من هاد الجهه هادي ومره نجي من هاد الجهه هادي باش كنحصلوا على هاد الزخرفه هادي بحال الشكل اللي كتكون في الملفاي. كنتمنى الطرطه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا ساهله بسيطه كتحضر في دقائق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش كيف ما ديما الى عجبكم الفيديوهات ديالي تشتركوا في القناه وتدعموني، تخليوا لي التعليقات ديالكم اللي كتفرحني، وتضغطوا وتفعلوا الجرس دائما باش توصلوا بالجديد ديالي. كنهديكم جميع الصديقات ديالي، كنهديهم هاد الطرطه هذه اللي طلبوها مني، وكنتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله. خليت لكم لهنا وراحت البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نقطع لكم طريف من التورته باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. هنايا راه حتى خليتها في الثلاجه بردات، عاد دابا غادي نشاركها معكم باش نقطع. هكا كتجي من الداخل، بغيتي نقرب لكم باش تشوفوا في الكاميرا، كتجي بحال هكا لذيذه، طورته سهله يعني ديال الزربه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.